تواصل حركة طالبان الزحف نحو العاصمة كابول مع سقوط الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى وبعضها من دون قتال، حيث باتت الحركة تسيطر على 14 من عواصم الأفغانية البالغ عددها 34 منذ 6 أغسطس. وأمرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كابول موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية. وتزامنا بدأت طلائع القوات الأمريكية الوصول إلى مطار العاصمة كابول.